السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الكرام، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. كنشكركم بزاف على المتابعة معي في القناة، بارك الله فيكم. إخوان، كما كتشوفوا معايا، حنا اليوم كنتواجدوا في التجزئات ديال البحيرة اللي كاينة في العوامة، اللي هي ديجا مرة كنصور فيها شي فيديو. كاين الإخوان كيتصلوا بنا، عندهم هنا بقع ديال الأرض وكيديروهم للبيع، وكاين الناس اللي باغيه تشري وكاين الناس اللي باغيه تبيع. هذه هي سنه الحياه، كاين اللي كيبيع كاين اللي كيشري، وحنايا كندخلوا بالخيط الابيض بين الشاري والبائع، والحمد لله كيجيب الله التيسير. الاخوان، اليوم غادي نشوفوا جوج ديال القطعات كما كتشوفوا معايا كيتواجدوا هنا. كما كتشوفوا، وحده كاينه هنا، وحده كاينه هنا، كاين جوج ديال القطعات فيهم 70 متر، 70 متر في الوحده، والزنقة ديال 8 ديال المتر كما كتشوفوا مع الاخوان، كاينه الزنقة ديال 8 ديال المتر. هي الزنقة ماشا طويلة وكتطلع عاوتاني، كتطلع عاوتاني، كتطلع نيشان وكترجع بحال هكا. ديك الساعة كتخرج طريق كبيرة، هذه جات في اتجاه تحتاني، لأن التجزئة كبيرة تبارك الله، راه كبيرة كبيرة بزاف. وهنا جات في الطرف تحتاني مرة، ماشي تحتاني مرة ولكن شوية متوسطة، لأن التجزئة بدات كتكبر وبداو الناس كيبنيو. كما كتشوفوا الناس راه كيبنيو هنايا، والإنسان اللي غادي يشري يمشي يدفع على الرخصة ديالو وغادي يتم البناء ديالو بشكل قانوني بحال اللي كيديرو الناس كاملين. بالنسبة للإخوان، هاد البقعة ديال الأرض كما قلت لكم اللي كنشوفو اليوم، هادو جاو لاصقين بعضياتهم، مولاهم واحد باغي يبيعهم. ونزيدكم الاخوان، هادو عندهم التيتر ديالهم، هادو محفظين، لان اكثريه كتجبر هنا بالتنازل، كتكون على يد باقي على سميه الشركه. ولكن هادو، هاد السيد هذا راه كمل لهم الخلاص ومشى حفظهم، وما دابا كيدوزوا على يد النوطير. كاين بعض الناس كنت ديجا شرحت لكم هادشي، اللي ما كيخصهم حاجه تكون على يد النوطير باش كيبقاو مرتاحين مع راسهم، باش كيمشي التيتر ديالو كيبقى هاني مع راسو، كيقول لك انا ما خصهاش تكون باقي على، ما خصهاش تكون بالتنازل. هادشي لك الاخوان، ولكن ما كاين حتى شي مشكل. كما كتشوفوا، هذه هي التجزئه ديال البحيره الاخوان، والقطعات كيتواجدوا هنا. عندهم الزنقه ديال 8، الزنقه ديالهم ديال 8 و70 متر. الصراحه مساحه مزيانه، مساحه صغيره مزيانه باش انسان كتجي ساهله في البني. دابا هنايا في البحيره كاينين هنا قطعات صغار باش مزيان، لان كاين قطعات صغار من 70 للفوق، كاين 70 75 80 96، المهم كاين قطعات بين 70 حتى تقريبا حتى 100 للفوق. وهادو فيهم 70 ديال المتر الاخوان. اللي بغى الاخوان كنقول له مرحبا. الثمن ديال الاخوان، لان هذه عندها التيتر، لان كيكون الثمن الفرق بين التيتر والتنازل، هذه 5500 درهم. غادي تكون شويه المفاهمه ان شاء الله، يقدر تلقاها بالتنازل، تلقاها طايحه شويه، ولكن هذا لان السيد ملي كيمشي يحفظ، لان كيخلص عليها، نتوما كتعرفوا هذا الشيء راه معروف، كيخلص عليها لان كتسنقها مزايده شويه. ولكن عاوتاني راه كدير حاجه نقيه وحاجه ليكار. هادشي اللي كان الاخوان، اللي بغاهم مرحبا به، كنقولوا يتواصل معنا عبر الواتساب 06 62 62 13 68، وان شاء الله ما يكون غير الخير. كما كتشوف هنا، غادي تدي التيتر ديالك وغادي تطلب الرخصه ديالك وغادي تسمي البناء ديالك بحال اللي كيديروا الناس كاملين. الاخوان، الاخوان حنا ديما كنقول لكم، الانسان اللي عنده شي نوع ديال العقار يحاول يتواصل معنا عبر الواتساب. ديما كنخلي لكم الواتساب ديالي، اي نوع العقار عندك، عندك الارض في بحيره، في شي تجزئه اخرى، عندك شي دار، شي بارتما، شي فيلا، تواصل معايا وحنايا غادي نديرو موعد وان شاء الله ما يكون غير الخير. هادشي اللي كان الاخوان، كما كتشوفوا انا كنحاول نوضح لكم التصوير مزيان باش تكون الامور واضحه ان شاء الله، باش انسان
اللي غادي يشوف الطرف ديال الارض او اللي غادي يشوف التجزئه غادي يشوفها بشكل صحيح، ماشي ديك التصوير اللي هو نقص هنا ونقص هنا ما كتعرف من تبدا. كما كتشوفوا الارض هي هذه، الارض هنا كاينه لان كاينه كاينه لي في القنت جوج ديال الفرشادات لاصقه مع وحده، وهما جاوا الثالثه والرابعه هذيك الشارع اللي خارج من هيه، هذيك الشارع ديال 15 اللي طالع الفوقي ديال 15، وهذا اللي هو ديالهم هما ديال 8، هذا الشارع ديال 8. بالنسبه للبني هنايا، هنا واقيلا كيعطيو كراج وطبقه ونص اللي في بلان كنظن انا، كيعطيو سكنه واحد كراج صغير وطبقه ونص، زنقه ديال 8 لان كل زنقه عنده بلا ديالو بوحديتو. كاينه الزنقه ديال 8، كاينه الزنقه ديال 10، كاينه الزنقه ديال 12، وهنايا اصغر الطريق هي وهو ديال 8، اصغر الطريق في تزياد البحيره هو ديال 8. هانتوما الاخوان والاخوان، شكرا لكم بزاف، بارك الله فيكم، كنشكركم بزاف على الصفحه ديال الفيسبوك وديال اليوتيوب. وكما كتشوفوا حنا كنديروا مجهودات ديالنا باش كنسهلوا لكم الامور، كاين بزاف ديال الاخوان كيتسناو فيديوهات جدادين. ان شاء الله راه ماجي الخير بزاف، ان شاء الله ما يكون غير الخير الاخوان. حنا ملي كتبان شي حاجه كننزلوها، وان شاء الله ميك باش تكونوا على خاطر ديالكم. وحاولوا الاخوان ديروا اشتراك في القناه، الله يجزيكم بخير، حاولوا لان واحد 90% كيتفرج بلا ما يتشترك في القناه، 90% كيتفرج فيا وما دايرش الابوني وما تابوناش في القناه، والناس اللي تابونا ويلاه واحد 15%، والله العظيم الا 99% هادو كيتفرجوا بلا ما يديروا اشتراك. تصور الا هذا داروا هادو اشتراك في كاملين راه مزيان، تساعدوا معنا وما تخسر والو، ما تبخلوش علينا، كما كتستافدوا نتوما معنا وحنا عاوتاني غنستافدوا معكم. شكرا لكم بزاف، بارك الله فيكم، فيديو اخر ان شاء الله. كما كتشوفوا الاخوان، هذه هي الخرجه ديال الارض اللي صورنا دابا عاد اللي شفنا. كما كتشوفوا هذه الطريق هذه كتخرج اتجاه ديال طريق كبيره الرئيسيه ديال اللي كدي اتجاه ديال عين الداليه واتجاه ديال العوامه. هذه هي الطلعه ديالها كما كتشوفوا هنا، الدنيا عامره هنايا تبارك الله، راه الدنيا بدات كتعمر شويه بشويه ضروري. هادشي اللي كان الاخوان، بارك الله فيكم، فيديو اخر ان شاء الله، يلا بسلام عليكم.